منورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. بس الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصينا على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكليه. اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القضاء المتوترين. انتوا مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز، هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكم 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ يا راجل اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده، اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسه اصلا متاخره ولازم تطردي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسة الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير. الله، مش أنت قلت لي إن أي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسندها؟ كوباية مية لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد إذن حضرتك عايز أقول حاجة مهمة جدا. المؤسسة الاقتصادية نفسها منهارة، فهل من المنطق إن احنا نجيب مؤسسة إعلامية تسند اقتصادية؟ هذا سيزيد الانهيار بلد كده. وبعين يعني كان اتعلمنا من حضرتك أن دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى، لكن في حالتنا لا. يا رأفت مالك؟ انا اسف جدا يا فندم، سيادتك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تاخر اطلاق قناه هنداوي الفضائيه له علاقه باي خلاف بين حضرتك وبين الدوله؟ لا 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 لا، مفيش اي خلاف بيني وبين الدوله، بالعكس، ده انا علاقتي بالدوله علاقه يعني زي الفل. احنا بس عايز اقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناه هنداوي الفضائيه الى قناه بوبوس الفضائيه. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى يا نهار ابوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحه اقليميه يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، في مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناه هنداوي تعبر عن الحاله الاقتصاديه وخاصه في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمريه واضحه كما يلي. فهناك بحر احمريتي ده، انت الاحمريه، انت مالك، انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناه بوبوس الفضائيه تنطلق من ميدان الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك، احتليته ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ ها؟
هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو ملكي، ثانك يو فيري ماتش ملكي. بره امشي من هنا بره. بيتك بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادلة دي؟ ايه اللعبة؟ يلا ادي بقى دي حد ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع إيه الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. إيه؟ وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجري بقى. مش هتسيبك. هتقلع الكرافته وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة سافلة منحطة. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا الست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هاني. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفراء، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء ها، وانا اخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل. وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تاكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي ها، مش عايز قلب الدماغ وحياتك. حبته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه الموجة هاني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور.
والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. اه بعدين. اه خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هسيبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها؟ عشان ما نضيعش وقت.